This conference will now be recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا كنا عملنا كذا presentations عن الفورمولاز. عملنا فورمولا 1 وفورمولا 2، دي التالتة، فهي دي نفس البرزنتيشن اللي احنا كنا يعني اتكلمنا عليها بكده مرتين، بس مزود عليها شوية حاجات. اتكلمنا على الكونسيبت بتاع الاكسجين ديليفري، وان هو بي ايكوالز الكارديك اوتبوت، قد ايه دم بيوصل للتيشوز كل دقيقة، وقد ايه الدم ده شايل هيموجلوبين. واتكلمنا فصصناه شوية، قلنا الكارديك اوتبوت هيساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت، في الهيموجلوبين، في الساتوريشن، في كونستانت. اتكلمنا كل حاجة معناها ايه، ومانيبيوليت الاكسجين ديليفري ده ازاي، وقد ايه الاكسجين ديليفري دي حاجة مهمة. يعني ما هو المهم بالنسبة لنا احنا بنوصل الاكسجين قد ايه للتيشوز، يعني علشان ما بتعيش. واتكلمنا على العلاقات ما بين قد ايه اكسجين دايب بالبلازما، وقد ايه اكسجين الهيموجلوبين قادر يشيله، اللي هو العلاقه ما بين البي او 2 والاس او 2 اللي هي الاكسجين ديسوسيشن كيرف. واتكلمنا على العلاقه بين الاف اي او 2 والبي او 2 والاس او 2، برضو الاف اي او 2 ده اللي هو قد ايه اكسجين بنتنفسه، قد ايه بيدوب في البلازما، وقد ايه الهيموجلوبين هيشيل اكسجين، العلاقات ما بينهم ومعناها ايه في الفيديوهات اللي فاتت وفيديوهات جاية. لو في فيديو عن الاي بي جي برضو في الكلام عن العلاقات دي وازاي ننتربريت الكلام ده. اتكلمنا عن الشوك، اتكلمنا عن الشوك ده اللي هو فيلير في السيركولاتري سيستم، ان هو ياخد البلاد اللي شايل الاكسجين ده عشان يوصله للتيشو. ولما تحصل فيلير في السيركيوليتري سيستم بتبقى في البامب او في الفيسلز نفسها اللي شايله البلاد او في البلاد نفسه. قلنا لو ودي الشوك اللي هو ده معنى الشوك. قلنا مشكله في البامب دي يعني كارديوجينيك، وقلنا بتحصل مثلا لما بيحصل اريزمياز او هارت فيلير او كاردياك انجري او مايوكارديال انفاركشن، ومشكله في البلاد اللي هي هايبوفوليميا اللي هي البليدنج يعني مثلا، او هايبوفوليميا بليدنج نوع من انواع الهايبوفوليميك شوك، بس في انواع حاجات تانية ممكن تسبب هايبوفوليميك شوك. اتكلمنا على الحاجات دي في فيديو قبل كده تقريبا في فورمولا 2. اتكلمنا عن الديستريبيوتيف شوك اللي هي البلاد فيسلز بدات تفتح كده ويحصل له جنرالايز فازو دايليتيشن، زي في النيوروجينيك شوك لما نلوز السمباثيك تون في الهاي سبانال كورد انجري او في السيبتيك شوك. اتكلمنا عن الاوبستراكتيف شوك اللي هو حاجه بتسد البلاد فيسلز، سواء الحاجه دي حاجه زي تنشن نوموثوراكس او حاجه زي كاردياك تامبوناد او حاجه زي بالمونري امبوليزم، ماسيف بالمونري امبوليزم، دي بتعمل حاجه زي اوبستراكتيف شوك، دي انواع الشوك. النهارده اتكلم على الكونسبت بتاع الاي بي سي دي اي بسرعه جدا، وبقول ليه الاي بي سي دي اي ترتبت الترتيبه دي. اغلب الناس تقعد تقول لك ايه بقى، والله علشان وات كيلز فيرست نيدز تو بي ادريسد فيرست ومش عارف ايه والحاجات دي. ماشي، ده صح طبعا، الاير واي هيموت قبل المشكله في البريزنج اللي هي التشست في الغالب، او مشكله في السيركوليشن قبل مشكله في الديسابيليتي. بس الكونسبت ممكن نبص له من ناحيه تانية، ان احنا هدفنا ان التيشوز يوصل لها ادكويت اوكسجينيشن وبرفيوجن، اصلا ده الهدف في الاخر. يعني الهدف الدي او الديسابيليتي او البرين في الغالب اللي هو قدامنا ده، الهدف ان احنا مش عايز ادخل في حاجات فلسفيه، بس الهدف ان في ناس بتعتقد ان الجسم ده كله معمول علشان يخدم على البرين ده. الهدف ان احنا نوصل الاكسجين للبرين ده، هنوصل له ازاي اكسجين؟ يعني ما هو مش هنعرف نوصل له اكسجين الا ما تكون السيركيليشن شغاله كويس. طب لو السيركيليشن شغاله كويس اللي هي السي يعني، والبريزنج مش شغال كويس، يعني الهيموجلوبين بيوصل بس مش شايل اكسجين،
هستفيد ايه؟ مش هستفيد حاجة. يبقى المشكلة في البريثنج، يبقى البريثنج يجي قبل السيركوليشن، لان انا محتاج اشيل الدم اللي رايح ده اكسجين. طيب لو الرئة شغالة كويس وبيحصل جاس اكسشينج كويس والبي كويسة، بس الاير واي مقفول، مش هيدخل اصلا اكسجين، فالاير واي بيجي قبل المشاكل بتاعت البريذنج. عشان كده يعني دي طريقة تانية ظريفة في ان احنا نفهم هي ليه اي بي سي دي اي. الاير واي هو في الاول علشان الاكسجين ينفع يدخل اساسا لللنج اللي هيحصل فيها جاس اكسشينج، وبعد كده السيركليشن محتاجة تبقى سليمة علشان تعرف توصل eventually للبرين اللي هو الدي ديسابيليتي او لبقية التيشوز الاكسجين علشان تفضل عايشة. يعني هو عشان كده الاي بي سي دي اي مترتبة ومتثبتة وحافظة كرامتها حتى هذه اللحظة بالترتيبة دي. وفي أسئلة كتير على فكرة بتيجي في الامتحانات وفي الحياة العادية برضو، يعني مش بس الامتحانات، هي الامتحانات محترمة بس هي اللي بترفلكت الحاجة اللي بتحصل في الحياة. بيقول مثلا عيان بينزف والايروي اوبستراكتد، هعمل له ايه؟ لا، الايروي الاول. يعني لو هضطر هتحط في موقف ان انا هعمل حاجة قبل التانية، لا هعمل الايروي الاول. وطبعا في الحقيقة احنا بنعمل الاتنين مع بعض، او يبقى في واحد بيعمل كده وواحد بيعمل كده، بس لو هختار هختار الايروي. يعني فانا بس في الفيديو ده بجاستيفاي او بقول ليه هي اي بي سي دي اي، وبتوب اب شويه البرزنتيشن بتاعه الفورمولاز بتاعتنا الكونسبت تاني. اتمنى ان البرزنتيشن بتاعه الفورمولاز دي كل شويه نقعد نزود عليها حاجه، فيها شويه حاجات فيسيولوجي وحاجات كونسبتس كده عشان نعرف نفهم الحاجات بتتعمل كده ليه. في سؤال انا خلصت اللي انا عايز اقوله؟ انا بس بقول كونسبت سريع جدا، مش عايز اقول حاجة اكتر من كده. لا تمام جدا، انا بس عايزه اكد على اهميه ان ال APDDE مش مجرد بس ان احنا بنقولها كده وخلاص. انا نفسي كل الناس تفكر يعني تروما وايز زي ال ATLS وايز، يعني ما ينفعش ان احنا نفكر بطريقه تانية اصلا، هنلوص يعني بالظبط. بمعنى الكلمه. وحتى في الانويل بيشنت زي ما اتكلمنا في البرزنتيشن بتاعت الانويل سيرجيكال بيشنت والسبسيس والريسبيراتوري بروبلمز والكارديك بروبلمز، كنا شغالين كونسبت اي بي سي دي اي. لو انا بصلح حاجه في السي والبي بايظه فيوتايل، ما بعملش حاجه. يعني انا بصلح السيركوليشن وبوصل، بحاول اوصل دم كويس للبرين وللتيشوز، بس الدم ده مش شايل اكسجين، طب انا كده بعمل ايه؟ او انا بصلح اللنج، بصلح البريذنج والايروي اوبستراكتد، طب ما هو بعمل ايه برضه؟ يعني ما فيش حد في حاجه، يعني ما فيش البني ادم ده. فلا، دي البريوريتيز، دي الحاجه الترتيبه اللي لازم نمشي بيها: ايروي، بريذنج، سيركيليشن، ديسابيليتي. تمام؟ اكسبوجر، بس واكسبوجر الاكسبوجر ده طبعا. بيتنسي بيتنسي والاكسبوجر كتير. طبعا، اكسبوجر وبريفنت هايبوثيرميا زي ما بيقعدوا يقولوا. بس انا بتكلم على الكونسبت، هو ليه اي بي سي دي. ايوه صح، لان هو كل تفكير الناس لما بيدخل عليهم عيان تروما او اي عيان في بليدنج، ايدك على المكان بتاع البليدنج. طب ما حبيبي ده بيقطف يعني، ويبقى ديستراكتد بالحاجات التانية، والناس برضو بتبقى بالظبط ديستراكتد تعمل ديستراكشن جامد. ديستراكتد. يعني كان في ناس تخش، الجراح يخش يحسس على بطن العيان، ده مش بروتونيتك او ما فيش حاجه في بطنه، ويمشي. انا طب نفسي حد البلبس، بيسمعنا طب يعني الشيست، واقف في الطوارئ يعمل لنا اوديت كده صغير، يقول لنا كام حد مثلا في امتياز او نواب بيهتموا بالاي بي سي دي وعيان داخل عليهم. انا فاكره يعني في ايام امتيازي مفيش ولا عيان اتحط له اكسجين ماسك، ولا عيان دخل تروما بيشنت حط له اكسجين ماسك. انا فاكره كويس جدا جدا، كلنا كنا بنهتم بالاماكن اللي بيحصل فيها بليدنج، بمكان فيه فراكتشر، بالكونشس ليفل، لكن ولا حد اطلاقا اهتم ان هو يفكر في البريدنج خالص، وما وعشان كده شفتش الواحد ولا اكسجين ماسك يعني اتحط على عيان.
ودي كارثة، دي كارثة يعني أكيد. وسمع صدر العيان، اكزامن أكيد تشست أكيد العيان، أكيد الكلام ده حس البطن، شوف الكلام ده. البلبس. هي ترتيبة، هو الناس عشان كده كنا عملنا شيت. انا كنت عملت شيت اول ما لقيت لسه دخل مصر، وموجود على الصفحة بتاعت الجراح، وممكن اي حد يعمل اي شيت بس بيزد على اي بي سي دي اي. وفي تروما تيم، وفي يو كي هنا مثلا لما عين التروما بيجي بيبقى في حد ريسبونسبل عن الاي، وحد عن البي، وحد عن السي، وحد عن الدي، وحد على انه بيركب كانيولاز ولاينز وحاجات من دي. تمام. وبيبقى في تروما ليدر واقف بره كده ما بيعملش حاجه، بيبقى واقف بره بيشوف الناس بتعمل ايه، وبياخد اللي ماسك الاي بيقول له، واللي ماسك البي بيقول له ايه اللي بيحصل. وبيبقى في الناس نيرس موجودة والله، هو الناس موجودة، اه الناس بتبقى كتير، بس هي بتبقى الهرج والمرج وعدم التنظيم علشان مش ماشيين على حاجة. بس يعني يا ريت يا ريت لو الناس كده، الامتياز بالذات يا ريت كده لو يفعلوا موضوع الاتيل لسه في الطوارئ، يا اكيد ريت والله. هما انا على ما اعرف في القصر يعني بياخدوا التيم، والاي تي اس موجود في مصر، فده الكونسبت موجود. بس الحاجه اللي كنت بقولها، لما التروما كانت بتيجي كانت تروما ليدر بيقف بره كده والناس بتعمل الحاجات، وبيبقى في تروما نيرس او في حد بيكتب ماسك شيت وبيكتب اللي بيحصل الاير واي في ايه، والبريثنج في ايه، والسيركليشن. وفي تشيك بوينتس كده، ولو حد سكيبت حاجه بتسال، يعني اللي هو انت ما قلتليش البركاشن عامل ايه في البريثنج مثلا، او قولوا لي الساتوريشن كام. لازم تكتب، لازم تملى الفراغ ده في الورقه اللي هي بتعملها، يعني فاهم ازاي؟ عشان ما فيش حاجه تبقى ميست، طب احنا ان شاء وكل الله حاجه ممكن تتعمل. نعمل في مرة طيب كده مع بعض، عشان في أماكن ما بيتوفرش طبعا فيها تيم، وفي ناس بتواجه مواقف زي دي لوحدها، فاحنا برضه عايزين نقول لهم يتعاملوا ازاي مع موقف زي ده لو هو لوحده او معايا بالكتير دكتور أكيد تاني. بس أكيد ممكن نعمل كده، بس هنعملها فيديو تاني ان شاء الله. عشان عايزين نعمل فيديوهات قصيرة، الناس بتقول فيديوهات طويلة. عشان احنا ماشي رغيين. بالظبط، هنعملوا فيديو تاني. لا نعمله فيديو تاني، مفيش أي مشكلة خالص. نعمل سيناريو، ممكن نعمل شوية سيناريوهات. أنا بس عايز أفكر إن إحنا الأسبوع اللي فات في فيديوهات موجودة عن الأبدومينال تروما وعن الشيست تروما، دي حاجة سبيسيفيك أو سبيشاليزد شوية، بس ممكن نعمل سيناريوهات فيها حاجات من دي. طبعا طبعا. في أي سؤال دلوقتي أو أي حاجة تاني؟ لا تسلم يا فندم. ماشي لو الناس بقى عايزين حاجة معينة، أو يعني شافوا مثلا حالة وإحنا ممكن نبني عليها سيناريو أكبر مثلا من اللي هما شافوه، يا ريت. أكيد أكيد أكيد. وأنت لو عندك سيناريو نعمله فيديو تاني. أنا عندي بلاوي. طب ماشي، ربنا هي يكرمك. كلها حاجات ما الواحد شافها، بس كلها كانت زي الطين في المانجمنت يعني. ممكن نقول ما جراش ما انا حاجة. برضه عندي بلاوي بس عادي بقى. طيب ماشي، يلا اشوفك في فيديو تاني ان شاء الله. شكرا. اشوفك في فيديو تاني.